وبينضم إلينا من القدس المحتلة دكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس. أهلا بك ومرحبا دكتور أمجد. وعلى صعيد هذه التطورات، برأيك ما هي أهم الرسائل التي تبعث بها هذه العملية في هذا التوقيت من الحرب الإسرائيلية بالتحديد؟ نعم، تحياتي لكم ولجميع السادة المشاهدين. أعتقد الرسالة الأهم والأكثر أن استمرار الحرب على قطاع غزة هي استمرار العمليات، وخاصة هناك تخوفات من عودة حركة المقاومة الإسلامية للعمليات الاستشهادية التي كانت تعرف سلاح فتاك تم استخدامه، وأيضا العمليات التي حدثت في الآونة الأخيرة سواء اليوم أو قبل فترة تدل على أن هذه رسائل من المقاومة الفلسطينية بأن الاستمرار في الحرب على قطاع غزة سيؤدي أيضا إلى إشعال المقاومة في عدة مناطق، من أهمها مناطق 48، وأيضا مناطق 48 كما كانت في السابق كانت العمليات تتركز في تل أبيب وفي مناطق داخل فلسطين المحتلة عام 1948، وأيضا في منطقة القدس الحضنة. في الفترة الأخيرة كانت العمليات تتركز في مناطق ليست بعيدة عن منطقة القدس بشطرها الشرقي، وإن كانت خلف الجدار العازل لمدينة القدس. هذه رسائل توجه لهذه الحكومة بأن الاستمرار في الحرب هو سيؤدي أيضا لزعزعة الأمن الفردي والجماعي للإسرائيليين سواء في كل مكان في الأراضي الفلسطينية. إلى أي مدى برأيك دكتور أمجد أن تؤثر هذه العملية في هذا التوقيت بالتحديد على مسار المفاوضات الجارية لمحاولة التهدئة ما بين الطرفين؟ هذه العملية وسيلة للضغط، أيضا هي رسائل وأيضا للضغط على هذه الحكومة بأن استمرارها قد يؤدي إلى زيادة هذه العملية إذا كانت تعتقد أن الاستمرار في الحرب على قطاع غزة سيحافظ على استمراريتها وتماسكها، ولكن العمليات التي ستحدث والتي حدثت أيضا بالسابق ستؤدي إلى إسقاطها، وأيضا رسائل بكي تتعامل بجدية مع المقاومة، رسائل تعطي بأن المقاومة لديها إمكانيات وقدرات ممكن أن تصل إلى أبعد من ذلك. وأعتقد أن الرسالة قد وصلت اليوم، لاحظنا هناك تخبط في إقامة الحواجز وانتشار واسع لقوات الجيش الحدود وجنود وأيضا الشرطة والمخابرات، وهذا إن دل على شيء يدل على أن هذه العملية أحدثت ضجة في المنظومة الأمنية التي كان يعتقد الإسرائيليين بأنهم باستطاعتهم الاستمرار في عدوانهم بحماية أمريكية، ولكن بعتقد أن الرأي العام، رسالة للرأي العام الداخلي الإسرائيلي بأن الاستمرار بهذا الشكل ممكن أن يجعلهم يدفعون ثمن باهظ، وأن الخطورة ليست فقط على الجنود الموجودين في الجبهة في قطاع غزة ولكن أيضا على جميع سكان فلسطين المحتلة. برأيك دكتور أمجد لماذا لم تتمكن هذه المرة المخابرات الإسرائيلية للوصول إلى منفذي هذه العملية قبل حدوثها، وخاصة أن هذه المنطقة تتمتع بأهمية خاصة، وهذه المنطقة لم تتعرض، هذه العملية لم تكن الأولى من نوعها في هذه المنطقة؟ نعم، الحساسية هي بالمعلومات، هناك افتقار للمعلومات، والافتقار للمعلومات حسب الاستراتيجية الإسرائيلية، إذا كانت هناك معلومات هناك تحديد للهدف، وإذا كان هناك تحديد للهدف هناك عملية استباقية لمنع هذه العملية. العمليات التي تحدث معظمها عمليات فردية، لا تستطيع المخابرات الإسرائيلية الوصول إلى معلومات، وخاصة أنهم يطلقون مصطلح الذئاب المنفردة، لذلك ليس لديهم أي قدرة على تحديد أو نية أو معرفة من الذي سيقوم بهذه العملية وتحديد المكان والزمان، وهذا كان نجاح. لا يوجد هناك أي أجهزة أمنية تستطيع التنبؤ بهذه العمليات، لأن هذه العمليات تحدث معظمها من أفراد ليس لهم أي ماضي أمني في سجلات المخابرات أو الأجهزة الأمنية، وهذا عادة يؤدي إلى عدم قدرتهم على إجهاض هذه العمليات، وخاصة نلاحظ أن هذه العمليات الفردية لا يتمتع المنفذين بقدرات وتدريب عالي في تنفيذ العملية، ولكن هذه العمليات هي فقط لإرسال رسائل واضحة بأن هناك إمكانية، ولا يستطيع
الإسرائيليين باعتقادهم أنهم إذا استطاعوا هزيمة المقاومة في قطاع غزة سيحصلون على الأمن والسلام كما تدعي هذه الحكومة المتطرفة. فأعتقد أن الرسائل أصبحت واضحة، هذه الرسائل أصبحت واضحة لأن قدرة الفلسطينيين على القيام بعمليات فردية خاصة بما يشاهدونه من جرائم وقتل وإبادة في قطاع غزة، هذا سيولد ردود فعل لا تستطيع لا الحكومة الإسرائيلية ولا وزرائها المتطرفين من إعطاء وعود كاذبة للمجتمع الإسرائيلي بأنه في الإمكان القدرة على السيطرة على الأمن ما دام هناك عمليات قتل مستمرة وأيضا عدم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم. هذا أيضا سيؤدي إلى استمرار المقاومة التي تدعي الحكومة بأنها تستطيع القضاء على المقاومة، وهذا كان من ضمن برامج هذه الحكومة المتطرفة في البداية أنهم يستطيعون حسم الملف الفلسطيني واستمرار هذه العمليات سواء في القدس أو في الداخل الفلسطيني أو في الضفة الغربية كما شاهدنا هناك عمليات استحامات مستمرة لم تنجح في وقف المقاومة في مدن الضفة الغربية في شمال الضفة الغربية جنين سلفيت طول كرم قلقيلية نابلس، وهذا أيضا يوحي بأنه هناك حالة غليان قد تؤدي في المستقبل في انفجار الوضع الأمني على جميع المستويات، فإذا لم يكن هناك عمليات تخفيف أو إنهاء للملف قطاع غزة أعتقد أن الأمور مرشحة للتصعيد. يعني في متابعة، ما زلنا في متابعة لتفاصيل هذه العملية دكتور أمجد، ولم تتضح المؤشرات النهائية بعد، ولكن قيام ثلاثة شبان بهذه العملية وهذا الهجوم على هذا الحاجز العسكري بالتحديد، برأيك هل هي عملية فردية كما تتوقع دكتور أمجد أم أنهم ممكن ينتمون إلى فصيل من الفصائل الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية؟ نعم، هي رسائل من القوم الفلسطيني، يعني هم يستخدمون أشخاص ليست لهم علاقة في التنظيم مباشرة ولكن لديهم ميول ولديهم تعاطف مع هذا التنظيم. أعتقد حركة حماس أعلنت مسؤوليتها عن أكثر من عملية أثناء هذه الحرب، وخاصة بالقرب من بيت لحم، أيضا من القدس، أيضا مدينة عناتة، وأيضا من مخيم شعفاط، وهذه مناطق تعتبر من المعاقل الرئيسية لحركة المقاومة الفلسطينية. أعتقد هناك عملية اختيار من أجل عدم إفشال أي عمليات في المستقبل، يختارون أشخاص ليسوا منظمين ومدربين وليست لهم شبهات أمنية، لذلك نلاحظ أن هذه العملية نجحت في الفترة الأخيرة أكثر من عملية. أعتقد أن هذا السيناريو سيستمر بطريقة أو بأخرى من أجل الضغط على هذه الحكومة حتى يكون هناك مرونة في التعامل ليس فقط في عملية تبادل الأسرى وأيضا في عملية إنهاء الحرب على قطاع غزة. أستغل وجودك معنا دكتور أمجد وتواجدك قرب مكان هذا الحادث وهذه العملية، هل من تعزيزات أمنية مشددة داخل هذه المنطقة من الجانب الإسرائيلي بدأت في التواجد في هذه المنطقة الآن؟ نعم، هناك انتشار واسع لأنهم يعتقدون أن هناك تخوفات بأن هناك مجموعة أخرى. هم حددوا أن هناك ثلاثة أفراد قاموا في هذه العملية، ولكن هناك تخوفات بأن يكون هناك مجموعات أخرى في مناطق أخرى، لذلك استخدموا كل الوسائل في انتشار واسع، في استخدام أيضا المسيرات واستخدام الهليكوبتر لمراقبة الوضع لمحاولة تفادي أن يكون هناك أكثر من شخص في مناطق أخرى قد يؤدي إلى عمليات أخرى. أعتقد أن هناك عملية مسح شامل أمني كما يفعلون في كل مرة، ونلاحظ السكان يلاحظون هذه التحركات، وأيضا هناك عدد هائل من سيارات الشرطة والجيش في انتشار واسع في ضواحي القدس وفي منطقة العملية. هل متوقع دكتور أمجد أن يكون هناك رد فعل سريع من الجانب الإسرائيلي على هذه العملية وأن يكون هناك رد مباشر على عملية إطلاق النار التي حدثت صباح اليوم؟ طبعا عادة يقتحمون بيوت المنفذي العملية ويقومون بالاعتداء واعتقال أهليهم والمقربين لهم، وأيضا يقومون بهدم بيوتهم كإجراء أولي كرد فعل أولي، ويقومون أيضا بالتحقيقات في ردود عقاب جماعي في إغلاق كما لاحظنا في العملية الأخيرة التي كان
منفذها من مخيم شوفاط، قاموا بإغلاق مخيم شوفاط في الحاجز، وأيضا بضغط على بعقاب جماعي، وهذا معهود لديهم، وهذه الأساليب يكررونها في كل مرة. بعتقد أن أن الأمور مرشحة للتصعيد سواء في ضواحي القدس أو في الضفة الغربية. يعني كان هناك تصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي على إثر وصوله إلى مكان هذه العملية، وقال أنه لابد من تسليح السكان وسنواصل أيضا خطط توزيع السلاح. كيف ترى رد هذا الرد الفعل من الجانب الإسرائيلي دكتور أمجد؟ توزيع السلاح على المستوطنين أحدث مشاكل كثيرة، وزادت الجريمة في الداخل المجتمع الصهيوني المستوطن. يعني هناك عمليات اعتداءات وعمليات قتل حدثت، وهناك انتقادات لاذعة من قبل الحكومة لعملية توزيع الأسلحة على المستوطنين، ولكن هدف بن غفير هو تسليح المستوطنين للتحضير لما بعد الحرب، أي تحضير هجمات واسعة ضد المواطنين في الضفة الغربية، وهذا يشكل خطر كبير جدا، وايضا في 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 القدس بشطر الشرقي. ولكن هذا يعني هذا الخطاب هو يحاول تبرير فشله كوزير الامن الداخلي الوطني، وهذه العمليات ايضا ستزيد من النقمه ضد السياسه التي يتبعها بن غفير، وخاصه ان 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 شعبيته بدات تتراجع بسبب الفشل في محاولة تقليل العمليات. في زمن بن غفير زادت العمليات الفدائية ضد الدافع الإسرائيلي وضد المواقع الإسرائيلية وضد بشكل عام أفقد المواطن الإسرائيلي الإحساس بالأمان على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، وايضا هذه السياسه لا تزيد الا حده التوتر وايضا المواجهه وتزيد تزيد العمليات. هو مستمر بكل اصرار على نفس المنهج، ولكن في الجبهه الداخليه الاسرائيليه بدات هناك اصوات تعلو بضروره اقاله بن غفير لعدم قدرته على ضبط الوضع، وايضا لافتقاره للخبره وايضا افتقاره لاسلوب التعامل. هناك ايضا انتقادات لافعه بالطريقه التي يتعامل بها مع القيادات الشرطه، ويتعامل ايضا مع المسؤولين، يتعامل بطريقه غير لبقه وطريقه خشنه بسبب الايديولوجيه المتطرفه التي يحاول تطبيقها، وخاصة أنه اتهم أكثر من مرة من قبل المحاكم الإسرائيلية بأنه إرهابي ولديه ملف أمني كبير، وخاصة بالاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وخاصة في منطقة الخليل. أعتقد أن الانتقادات ستزداد بالطريقة التي يتعامل بها في هذا الموضوع، وهناك أصوات بدأت تعلو بتفكير بطرق أخرى لتخفيف الضغط على السكان الفلسطينيين خاصة في منطقة شرق القدس وأيضا في مناطق الضفة الغربية. دكتور أمجد، أيضا هذه المنطقة يعني تعج بكثير من المستوطنات وأيضا بالمركبات الخاصة بالمستوطنين والمواطنين أيضا الفلسطينيين، وكان هناك تصريحات لوزير الثقافة الإسرائيلية الذي قال أنه على إثر هذه العملية سيكون هناك يعني حظر او يعني اجراءات مشدده فيما يتعلق بقرار دخول العمال الفلسطينيين ايضا الى اسرائيل. نعم، قرار الاغلاق وعدم السماح للعمال هو قرار مستمر منذ 7 اكتوبر منذ عمليه طوفان الاقصى. كل الاجراءات التي ممكن اتخاذها لا يمكن ان تمنع اي عمليه يقرر الشخص الذي يريد القيام بهذه العمليه بتضحية بنفسه من أجل الانتقام ومن أجل رد الفعل أيضا بما يقوم به الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. أعتقد أن كل محاولاتهم باستخدام كل الأساليب لن تمنع الفلسطينيين من رد الفعل، وخاصة من بما يرونه على شاشات التلفزيون. هناك أصوات بدأت تعلو بإقالة هذه الحكومة،
كل المؤشرات واستطلاعات الرأي تعطي بأن في حالة تنظيم انتخابات مبكرة ستسقط هذه الحكومة. هذه الحكومة تحاول بقدر الإمكان تبرير الفشل الأمني وأيضا الفشل السياسي بأنها لا تستطيع الانتصار، وخاصة أن في جبهة قطاع غزة لم يحقق لا انتصار ميداني ولا انتصار سياسي ولا حتى إطلاق سراح الأسرى الذي يهدد تماسك الجبهة الداخلية لعدم قدرتهم على إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، سيعطي نتائج كارثية، وخاصة أنهم يعتبرون بأنه لا يوجد أي انتصار بدون إطلاق سراح أسراهم لدى المقاومة. أعتقد أن ردود الفعل الليلة ستكون في الجبهة الداخلية هي انتقادات لاذعة على استمرار هذه الحكومة في إدارة الحرب من جهة، وأيضا في السيطرة الأمنية على القدس الغربية. وكلما تقترب العمليات من القدس المحتلة، أعتقد أن الأمور أيضا سيكون لها ردود فعل أكبر من الجبهة الداخلية. هناك تيار بدأ يتسع ويقوى في انتقاده لهذه الحكومة، رغم أن هناك إجماع على استمرار الحرب في قطاع غزة، وأيضا هناك إجماع على رفض حل الدولتين، ولكن أعتقد أن الأمور ربما تتجه إلى اتجاه لتخفيف الإجراءات وليس لتشديدها من أجل خروج في سيناريو ممكن أن يكون مقبول في تهدئة الأمور في القدس الغربية وأيضا في القدس. يبدو أن هذه العملية لها تأثيرات كبيرة بدليل وجود قادة وضباط كبار من القادة الإسرائيليين إلى مكان هذا الحدث، ولكن أيضا هناك تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي الذي قال أنه يجب أن يكون الرد على هذه العملية أمنيا حازما واستيطانيا أيضا. ماذا يعني دكتور أمجد بهذه التصريحات؟ لا يوجد هناك أمر حازم، الاستيطان ينتشر في كل مكان. هم سيطروا تقريبا على أكثر من 95% من أراضي القدس في شاطئها الشرقي، وأيضا الاستيطان زادت وتيرته في الضفة الغربية بشكل كبير جدا. لا يمكن فرض إجراءات أمنية أكثر مما يقومون به. لم يتبقى إلا منع الفلسطينيين من الخروج من بيوتهم. لا يوجد هناك أي إجراءات ممكن لعملها. في كل مرة يفشلون في منع العمليات الفلسطينية ضدهم، يدعون بأن هناك مزيد من الإجراءات ومزيد من الحصار ومزيد من إغلاق القرى والمدن. لاحظنا عندما كان هناك عملية منفذين كانوا في منطقة جغرافية في ضواحي القدس في منطقة سور باهر، قاموا بإغلاق كل مداخل المدينة، ولكن هذا لن يردع الفلسطينيين. مزيد من الضغط ومزيد من ردات الفعل ومزيد من العمليات. لذلك أعتقد أن الأمور إذا تمت في هذه الوتيرة سيكون هناك زيادة في العمليات أو زيادة في الضغط، وزيادة في الضغط ويولد دائما الانفجار. دكتور أمجد، التصعيد داخل القدس المحتلة والضفة الغربية، يعني كان هناك دائما عمليات اقتحامات واعتقالات لكثير من المواطنين هناك، هل هذه العملية وقرب شهر رمضان ممكن أن تكون يعني ردا على القيود التي من المقرر فرضها بشدة على المسجد الأقصى خلال الفترة القادمة؟ نعم، كل التصريحات التي خرجت من مسؤولين أمنيين إسرائيليين سواء في جهاز الشباك الداخلي الأمن الداخلي أو في جهاز المخابرات أو في جهاز الشرطة، كلها كانت توصل رسالة للحكومة بأن أي إجراءات ضد منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى ستؤدي إلى ردود فعل خطيرة جدا. وهذه العملية تؤشر بأن عملية حصار المسجد الأقصى الذي يعتبر ليس فقط رمز وطني وديني، المسجد الأقصى يجسد وحدة الفلسطينيين. لا يوجد هناك أي خلاف على فكرة الدفاع عن المسجد الأقصى باعتباره رمز البقاء الفلسطيني، وأيضا باعتباره أنه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. أعتقد أن السياسة التي يتبعها بن غفير ستولد انفجار كبير، خاصة هناك أمثلة كثيرة حدثت في معركة البوابات الإلكترونية التي استطاع الفلسطينيين من هزيمة نتنياهو وإجباره على التراجع وتفكيك هذه البوابات التي كان يحاول فرضها على بوابات المسجد الأقصى في الدخول والتفتيش، وأيضا
فرض سن معين في دخول الفلسطينيين الى حاله المسجد الاقصى في الشهر رمضان الكريم، اعتقد لن يمر مرور الكرام، وسيكون هناك ردود فعل فلسطينيه غاضبه ستؤدي الى ربما الى عمليات اكثر عنفا من عمليه اليوم. من القدس المحتلة دكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، كنت معنا خلال هذه الساعة الإخبارية من القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لوجودك معنا.